الأجواء الباردة التي تعرفها مدينة الدار بداء هذه الأيام تنعكس على محيط محطة الطرقية أولى الزيان، فهذه المحطة التي أغلقت أبوابها منذ شهور انعكس هذا الأمر على مجموعة من التجار داخل هذه المحطة، أي في المركز التجاري الذي يوجد وسط محطة أولى الزيان. العديد من التجار يشكون ويطالبون يعني بإعادة استئناف نشاط محطة أولى الزيان، ومن ثم استئناف الأنشطة التجارية بالنسبة لهم على اعتبار أنهم تضرروا كثيرا من عملية الإغلاق. سي عبد الناصر، هذه شهور محطة الطرق أولى الزيان مغلقة، بالنسبة لكم انتم كتجار داخل هذه المحطة، أشنو الانعكاسات تتشي عليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحطة تقريبا من منذ الحجر الصحي، إعلان الحجر الصحي في مارس 2020، والمحطة تطلقات انعكاسات كجميع القطاعات اللي تسدات وداك الشيء، حنا من هذوك الناس اللي تضروا، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية، والناس تضرات. كاين عندنا تقريبا في المركز التجاري واحد ما يفوق عن 72 محل، اللي تقريبا واحد اكثر من 400 اسره. في حقيقه الاغلبيه كلها راه متشرده، وكل ما عندها القوت اليومي ما عندهمش. الاخوان لو تشوفهم راهم مدمرين بزاف من هذا الاغلاق، وحنا كنشوفوا هذا الاغلاق هذا اللي مسنا جميع المحلات راه محلولين. وحنا في حقيقه يعني تم الاغلاق ديال، حنا تابعين المحطه، يعني ملي تغلقات المحطه حنا يعني محشورين فيها، لان المركز التجاري متواجد في المحطه الطرقيه. شحال النوع تاع الخسائر او حجم الخسائر اللي تعرضتوا عليها؟ كل واحد والخسائر ديالو، يعني كاين اللي عنده قروض في الابناء، كاين اللي عنده دي كريدي دوك المقاولات الصغرى، كاين اللي عنده لا سي ان اس اس، كاين اللي عنده، كل واحد وعنده المشاكل ديالو، كاين اللي ولادو كاين في المدرسه خرجهم، كاين اللي يعني انعكاسات اجتماعيه اللي ربما عمت الجميع، ماشي غير حنايا، ولكن احنا من بين الناس اللي تضروا بزاف. وكان من هذا المنبر هذا كناشدوا السلطات باش تشوف من حال هاد حالنا وشوف لينا شي حل. وحنا مع الحجر الصحي، حنا مع كل شيء، ولكن ملي كتشوف الناس حالين وكيخدموا وداك الشيء، احنا اشنو ذنبنا يعني؟ حتى حنا نلتزموا بالشروط الصحيه والوقائيه، اي حاجه قالت لنا السلطه نديروها. احنا مع السلطات، مع جميع يعني لي ديريكتيف اللي كيعطيوها، احنا ما كنخالفوا حتى شي واحد. احنا بالعكس، احنا تجار لا علاقه لنا لا بالسياسه ولا احنا كنباغي القوت اليومي ديالنا، وباغي وليداتنا وهاد الاسر، هذه الانسان يلقى ما يوكل وليداته وداك الشيء. وكنزيد وكناشد ونتوسل الى السلطات العليا اللي عندها القرار انها تشوف من حالنا، وحنا راهنا الاشاره، وحنا مع السياسه ديال البلاد، وحنا ما مخالفين حتى شي حاجه. ملي تسدات المحطه كانت عندنا خسائر كثيره، وعندنا محلات تما، ومعنا تقريبا كل محل كتخدم معاه واحد 6 العائلات. ودابا كلشي تشرد، كاين اللي كيبيع حويجاته، كاين اللي كلها واش كيدير، كاين اللي خرج وليداتو من المدرسه، والناس راه عندها مصاريف ديالها وعندها التزامات، كاين اللي عنده قروض، كاين اللي عنده كلها وشنو عنده. ودابا الناس كتأدي الثمن غالي، وهاد المحطه بالنسبه باش يتسد بوحدها من غير المحطات يعني كيبان لي قرار مجحف. وهذا حيف كبير هذا على التجار ديال المحطه الطرقيه ولا الزيان. وحنا بالنسبه للعمال ديالنا وحنا الخدمه ديالنا كلها كتكون مع النقاله، مادام النقاله خدامين على برا، حنا راه واخا نفتحوا ما خدامين ما والو. تقريبا هضرنا على الفلوس، شحال الفلوس اللي خسرتوا في هذه المده؟ الفلوس اللي خسرنا ما كلها، والمهنه ديالو كلها، وشحال الخسائر ديالو كتقدر، ما يمكنش يكون الاثمنه بحال. سي حدوكي، تقريبا شحال من تاجر تيخدم داخل محطة أولى الزيان؟ كاين أكثر من 70 محل، يعني اللي مؤثرين مباشرة واحد 400 عائلة بعدا أو أكثر. عاد الغير مباشر، الناس كاين ناس تليفري هنايا، كاين ناس ماشي كاين، كل واحد يعني كاين خدامين غير مباشرة مع المحطة براسها، يعني راه حتى هما مؤثرين.
احنا وصلنا للالف صراحه، ما نقدرش نقول لك شحال، ولكن الالف ديال الناس مدورين من هذا السداد المحطه هذه اكيد. العديد من مهنيين النقل تيطالبوا الان يعني بفتح المحطه الطرقيه بشكل مستعجل، لانهم تيقولوا بانهم اضطروا، يعني انتم تدخلوا في هذه الخانه تاع المتضررين من الاغلاق تاع المحطه؟ اكيد احنا متضررين، راه جاي العام، راه حنا سدينا في 16 مارس، راه ما بقى لها والو باش تكمل العام، هو عام بدون دعم بدون لا اله الا الله، اكيد متضررين سبحان الله. ما درنا حتى لقاء لحد الان، لا باقي ما عيط علينا حد، ما درنا حد يعني تقريبا، هو نداء استغاثه هو هذا اللي عن طريق المنبر ديالكم هو اللي كاين.